حياكم الله متابعي الإخبارية السورية أينما كنتم على هذه الأرض الطاهرة وخارجها. الآن نحن مستمرون بهذه التغطية المباشرة حول ما يجري في محيط مدينة دمشق وبالتحديد في منطقة المغازل في منطقة شمال الجوبر بالتحديد. المصدر العسكري آخر ما أفاد به بأن وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لتنظيم جبهة النصرة والفصائل المنضوية تحت هذا المسمى في محيط معامل المغازل، معامل كراش وغيرها شمال جوبر، وتمكنت من تطويق هذه المجموعات التي حاولت التسلل والآن تقوم بتطهير منطقة الخرق. معارك عنيفة تدور في تلك المنطقة، كنا قبل ساعة في تلك المناطق في بساتين القابون. الجيش العربي السوري مصر على حتمية الانتصار ودحر هذه التنظيمات الإرهابية التي تحاول أن تشكل أي خرق، وهذا ما تريد أن تستفيد منه أيضا القنوات المغرضة بسفك الدم السوري لمحاولة أن ترفع من معنويات المجموعات الإرهابية التي هي الآن متواجدة في تلك المنطقة. متابعينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم سيادة اللواء المتقاعد يحيى سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي معنا في الاستديوهات الإخبارية للوقوف على ما يجري في تلك المنطقة. أسعد الله صباحك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. سيادة اللواء يحيى سليمان، عندما نتحدث عن هذه العملية العسكرية نتحدث عن عملية معقدة، خاصة أن كتل الأبنية هي ملاصقة لبعضها البعض وهناك مساحات كبيرة من البساتين ومعامل وأنفاق وعبارات للمياه. منذ 3 أيام كان هناك محاولة خرق لأحد تحصينات الجيش العربي السوري، الجيش تصدى لهذه المحاولة ووصل إلى النقاط التي تم دخول هذه المجموعات الإرهابية إليها وقام ببعض التحصينات. العمليات لم تتوقف، هذه العمليات مستمرة. ما نريد أن ننقله للشارع السوري ومن يتابعنا الآن، ما الذي يجي على محور ميسلون من القابون ومحور جوبر؟ تفضل. بالتأكيد العمل الذي قامت به المجموعات الإرهابية شكل نقطة انطلاق جديدة الحقيقة في تاريخ الصراع في تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت تشهد حالة استاتيكو منذ سنوات كثيرة. اللافت في هذا الموضوع أن المتغيرات التي جرت في سستانة ورفض المجموعات الإرهابية الحضور إلى تلك الاجتماعات وما جرى في جنيف كذلك دفع هذه المجموعات لكي تقول أو تفعل شيئا ربما تظن أنه يمكن أن يؤثر أو يخلق لها ظروف جديدة في أرض الميدان. جرت هذه المحاولات في تاريخ هذا الصراع عدة مرات كلها كانت فاشلة. ذلك ليس العبرة في أن يتم اقتحام حاجز أو استخدام نفق أو تفجير عربات مفخخة، يمكن أن يحدث مثل هذا ويحصل في أماكن كثيرة، لكن العبرة في أن يستمر أو يحقق هدف من هذه الأعمال القتالية التي يعني فاجأ بها الآخرين أو فاجأ بها الجيش العربي السوري، لأنه في غضون ساعات كما تعلم تم صد هذا العدوان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ويستمر الآن في الصمود وسيبقى يمكن أن تستمر. طيب يوم اثنين وثلاثة. طيب سيادة اللواء، هنا نتساءل لماذا الإصرار من تنظيم جبهة النصرة وما يسمى بفيلق الرحمن وغيره من هذه الفصائل التي هي بايعت تنظيم جبهة النصرة، الإصرار على هذه الجبهة بالتحديد؟ لأن موضوع الجوبر ومنطقة العباسيين غرض قوي حقيقة يؤثر من الناحية المعنوية على يعني الجمهور السوري جمهور دمشق، ولذلك كانوا يعني يضعونه هدفا، ومنذ البداية وضعوا هدف الاحتلال أو الوصول إلى ساحة العباسيين، وجرت محاولات عديدة وجميعها باءت بالفشل كما تذكرون. لكن الآن هم يريدون أن يحركوا الموقف من جديد ليثبتوا أنهم لا زالوا موجودين وبأن لديهم قدرات وأمكانيات يمكن استخدامها، سيما ولاحظنا كيف تم التلازم ما بين هذا الفعل العدواني والعدوان الإسرائيلي على مناطق تدمر. هذا يدل على أن العلاقة وثيقة ما بين الطرفين والأعمال منسقة ما بين الطرفين، ذلك أنه بالمحصلة وبالتقدير الاستراتيجي العام المجموعات الإرهابية
نستطيع أنها أن نقول أنها على طريق الهزيمة، وقد أثبتت الأحداث ما جرى في حلب في تحرير حلب ثم تدمر، وما يجري في حمص ومناطق أخرى وفي الجنوب، كلها تدل على أن هذه المجموعات لم تحقق شيئا ولا تستطيع الاستمرار فيما هي عليه، لأنها تقدم اليوم على عمل انتحاري ليس له نتائج إيجابية بالنسبة لتغيير الموقف على المسرح السوري، أو بالتالي يعني إضافة معطيات جديدة يمكن أن تستفيد منها حتى المجموعات المشغلة أو القوى المشغلة لهذه لهؤلاء الناس، يمكن أن تستفيد أو في مسألة التسوية وما يجري في جنيف القادم أو في أستانة القادمة. عندما تفضلت حضرتك سيادة اللواء وتحدثت بأن ما يجري اليوم في محيط مدينة دمشق في منطقة مزارع القابون وأيضا جوبر ومنطقة المعامل يتزامن حقيقة مع الضربة الإسرائيلية عندما في 17 من هذا الشهر عندما حاولت الدخول إلى الأراضي السورية طيران العدو الإسرائيلي، والضربة في منطقة مطار التيفور محيطها التي تبعد 6 كيلومترات تقريبا. الدفاعات الجوية كانت حاضرة وصدت هذا الطيران، قامت بإسقاط طائرتين، واحدة منهم سقطت في الأراضي المحتلة. برأيك على الأرض السورية إلى أي حد يمكن أن نقول بأنه يخدم حقيقة حكومة الكيان الإسرائيلي؟ طبعا هي الرابح الوحيد منذ بداية الأحداث، وكل التكتيكات التي حصلت والأعمال القتالية التي حصلت هي في خدمة إسرائيل، والمشروع كله بالإجمال هو لخدمة الكيان الإسرائيلي وإضعاف قوى الممانعة وعلى رأسها سوريا، لأن سوريا هي قاعدة محور المقاومة الذي بنجاحه وبصموده سوف يصمد هذا المحور، وبالتالي سينهار المشروع الأمريكي الإمبريالي الرجعي الخليجي في هذه المنطقة، ولابد من البناء على هذه النتائج، لأن ذلك سيقلق إسرائيل. إسرائيل الآن قلقة جدا بأن مشروعها لم يحقق أهدافه كاملة. هو الردع في المنطقة هل يمكن أن نقول بأنها بدأت تتغير، وخاصة من خلال الرد من دفاعاتنا الجوية على هذه الطائرات التي اخترقت الأجواء السورية، الرسائل التي وصلت إلى إسرائيل؟ وسائل الدفاع الجوي في بعض الوسائل الإعلام تقول أن هذه الوسائل حديثة أو استخدمتها سوريا مؤخرا. لا هذه الوسائل، وأنا بالمناسبة ضابط دفاع جوي، هذه الوسائل موجودة من الثمانينات في إطار ما سمي آنذاك بالتوازن الاستراتيجي. جاءت هذه الوسائل، وتم الأهم الذي أريد أن أقوله أن قرارا استراتيجيا قد أخذ بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في أي زمان وأي مكان. ذلك أن ظروف الجيش العربي السوري أصبحت في وضع أحسن، وبالتالي أصبحت تسيطر على معظم الجغرافيا السورية الفاعلة، وبالتالي يجب أن توجه الرسائل إلى الكيان الصهيوني بأن سماؤنا لنا وحرام على غيرنا. طيب، هذه المعارك التي تجري في منطقة المعامل شمال جوبر وأيضا في بساتين القابون، عندما نتحدث عن الطبيعة الجغرافية، حضرتك الخبير العسكري والاستراتيجي هنا، بماذا تختلف عن باقي المناطق الأخرى، يعني خاصة من ناحية التكتيك العسكري المتبع، وإن كانت سهلة هذه العملية أم هي صعبة من ناحية الطبيعة الجغرافية؟ يا أخي هذه معارك مدن، لا يمكن أن تقارب أو تقاس بأي منطقة أخرى، يمكن أن تقاس بما جرى في شرق حلب، إنما في واقع الحال أنفاق ومفخخات وأبنية متلاصقة، وحرص الدولة السورية على البنى التحتية ومساكن المواطنين هو الذي جعلها يعني لا تأخذ القرار الحسم أو تتبع سياسة الأرض المحروقة، وكان الموضوع يمكن أن ينتهي، لكن هذا يشكل خسارة بطبيعة الحال للمواطنين وللوطن. لذلك كان الصبر هو عنوان المعالجة لهذه المشاكل، لكن هؤلاء الأنذال يعني استغلوا هذا
هذه الاستراتيجية إذا صح التعبير، خاصة حتى المواطنين كدروع بشرية كانوا يستخدمونه. هذا ما يؤخر عملية التقدم السريع لرجال الجيش العربي السوري في بعض المناطق. في كثير من المناطق حرص الجيش العربي السوري دائما على الإقلال من الخسائر بالمواطنين، و يعني عدم مواجهة الطرف المعادي عندما يستخدم الدروع أو المواطنين كدروع بشرية. فهذا طبيعي ومن عقيدة الجيش، لأن الجيش وطني ليس كشزاز الآفاق الذين يدمرون الأخضر واليابس، ولا يهمهم ولا يردعهم لا ضمير ولا قيم إنسانية ولا أخلاقية. فهذا أمر طبيعي. لذلك أقول أن المنطقة معقدة والمعركة معقدة من خلال كسرة الأنفاق اللي موجودة. أنا أعتقد أن الأنفاق والدعم الذي لم يتوقف من الدول التي تسمي نفسها بأنها ضامنة اليوم لوقف الأعمال القتالية، أتحدث عن تركيا والسعودية وغيرها أيضا من الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر. إذا أردنا أن نأخذ المشهد الاستراتيجي العام، الجميع خسروا، لكن لم يستطيعوا أن يعلنوا ذلك بجرأة أنه خسرنا الموقعة، وبين الحين والآخر يحاولون الحصول على شيء. وهذا الذي جرى في اليومين الماضيين ويجري اليوم هو ضمن هذا الإطار ليس أكثر، لإثبات وجود أنه لا زالوا موجودين، وسيما بعد أن حصل ما حصل أنه الفصائل المسلحة قاطعت أستانا الأخيرة. طب نحن على أبواب جنيف، هل يريدون استثمار ما يجي اليوم على الأرض؟ لا يستطيعوا، ولا يعني هن الحقيقة في وضع جدا رديء، سيما لا زالوا يعلقون آمال على الولايات المتحدة الأمريكية. هل ترامب يغير من مواقفه؟ لا زال من المبكر الحديث عن حقيقة الاستراتيجية الترامبية إن صح التعبير، لأنه هو يعلن محاربة الإرهاب ويتحالف مع القوى التي تحارب الإرهاب، ولكنه لا زال غامضا في موقفه، ولذلك لا يمكن أن يبنوا على ذلك. ما حصل أثناء زيارة السعودي ولي العهد السعودي كان عبارة عن محاولة أو يعني عقد إذعان نفذه السعودي للجانب الأمريكي الذي قال لهم لن نحميكم دون أن تدفعوا فلوسا، ودفع تقريبا 200 مليار دولار دفع أولى على الحساب، كأنه تجديد عقد بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتجديد الإذعان لطلبات الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك كل هذا المشهد يوحي أنهم في حالة تقهقر وليس في حالة مريحة لأن يقوموا بخطوات جديدة في أرض الميدان يمكن أن تحقق لهم شيئا. طيلة السنوات الماضية كان وضعه بائس، وخاصة في 2015-2016 كان التفوق بين وظاهر، كل مراقب عسكري محايد يستطيع أن يحكم على محاولات هؤلاء بالفشل، لأنها لن توصل إلى النتيجة المبتغاة من قبلهم، وبالتالي تكون النتيجة أو حسب المعادلة الصفرية دون أي شيء. طيب لنكن نتحدث بشفافية سيادة اللواء، حضرتك قبل قليل كنت تقول بأن هذه المعركة هي معركة كبيرة ومعركة شرسة مع هذه التنظيمات الإرهابية. طبعا نحن نأخذ ضخامة هذه المعركة من خلال الضخ الإعلامي المجيش والتجيش الإعلامي من قبل القنوات المغرضة ووسائل التواصل الاجتماعي المندسة التي لعبت على هذا الموضوع، وبدأت تضخ بأن تنظيم جبهة النصرة على أبواب دمشق وهناك عملية نزوح جماعية، ونحن نضحض كل هذا الكلام من خلال الصورة التي تشاهدونها الآن ويشاهد العالم برمته. طبعا اليوم هو عيد الأم، طبعا تحية لكل الأمهات ولأمنا الكبيرة هي سوريا، وخاصة لأمهات الشهداء. الحركة خفيفة جدا، وخاصة في هذه المنطقة كونها هي قريبة من منطقة الاشتباكات ومنطقة العمليات في محيط جوبر. كل هذا الضخ الإعلامي برأيك وإعادة هذا التفعيل الذي لم يتوقف، لماذا بهذا التوقيت بالذات ونحن على أبواب جنيف؟ أنت تلاحظ والجميع يشعر بذلك أن المعركة بدأت، الهجمة الشرسة على سوريا بدأت بالإعلام منذ البداية قبل أن تتصاعد الأعمال القتالية في الميدان. كان الإعلام له دور أساسي ومخرب
في في الشارع السوري يعني او في الوطن العربي، لدرجة ان كثير من الاقطار العربية تأثرت بهذا الاعلام، وكثير من الجماهير العربية تأثرت بهذا الاعلام، لكنه مع تقدم الاحداث وصمود الجيش العربي السوري ونجاح الاعلام السوري في ايصال الرسالة الحقيقية تبدل هذا الموقف، وهم حاله شعروا في حالة من القنوط واليأس من هذه المحاولات، لكن في هذه الفترة بالذات يحاولون أن يعيدوا الكرة ثانية، لكن أنا أقول بدون جدوى، لأن الجميع أصبح لديه حصاني ضد هذا الإعلام، وهذه القنوات المشاركة في سفك الدم السوري سوف يلحقها الهزيمة والعار في لحظة ما. نحن عندما نتحدث عما يجري في الميدان نقول بأنه ينعكس بصورة أو بأخرى على ما يجري دائما في المحافل الدولية وفي الأروقة الدبلوماسية. الأمريكي، وكما قال الدكتور بشار الجعفري، وجود الأمريكي كان بوجوده في اجتماعات أستانا وجنيف هو وجود ومشاركة غير ديناميكية، وهو شاهد غير فعال، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لم تتضح رؤيتها وخاصة سياستها الخارجية. هناك من ينظر ويقول لا يمكن أن يكون هناك حل سلمي في سوريا دون أن يكون هناك توافق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إلى متى؟ الوضع الاستراتيجي العام في المنطقة، اللاعب الرئيسي حقيقة أصبحت روسيا، لكن لا أحد يعني يستطيع إنكار الدور الأمريكي، ذلك لأن هذا الدور أمريكا دولة عظمى ولها أذناب في المنطقة تحركهم كيف ما تشاء، لكن هناك حالة من التناقض تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي تدعم الإرهاب فعلاً أم هي ستتصدى الإرهاب قبل أن يحرق أصابعها في دولها في الدول الغربية إجمالاً؟ لذلك هذا التناقض هو الذي يجعل الأمور غير أو في حالة ضبابية غير واضحة عن الآفاق المستقبل. على المسرح في سوريا الكلمة الفصل حقيقة حتى الآن هي لروسيا، حيث روسيا تحولت إلى قوة عالمية معتبرة معترف بها، أعادت التوازن الدولي إلى ما كان عليه قبل الحرب الباردة بشكل نسبي، ويتصاعد الدور الروسي ويتصاعد قوى أخرى في المسرح الدولي لتنهي مسألة حلم الولايات المتحدة بالإمبراطورية. ولكن لا يمكن أن ننكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنتم كمحللين وأغلبية من كان يتحدث في السياسة، يقول من المعيب أن نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخرج من المنطقة خاسرة. لا يمكن لهذه الدولة العظمى أن تخرج خاسرة، لذلك لابد أن يكون هناك وفاق أو توافق بين الدولة التي ارتفع منسوبها اليوم في هذه المنطقة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، نتحدث عن روسيا، وأيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نتساءل، هل يمكن لروسيا أن تذهب باتجاه منتصف الطريق باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل بعض العقبات لكي يكون هناك اتفاق على شيء ما يخرج هذه المنطقة إلى بر الأمان؟ والله جرت محاولات عديدة من روسيا، أن روسيا كما نلاحظ لم تتجاهل الدور الأمريكي ولم تقلل من أهمية الدور الأمريكي ولم تتعامل برد الفعل مع ما كانت تصرف الولايات المتحدة، ما كانت تتجاوز بعض المواقف المهينة أحيانا والكاذبة والخادعة في سبيل الحقيقة إيجاد حل، لأنه يمكن إذا لم تستطيع بتحقيق الحل يمكن أن تعرقل الحل الولايات المتحدة، إذا لم تريد أن تكون ذات فاعلية إيجابية يمكن أن تلعب دورا سلبيا في هذا الموضوع، وبالتالي حرص الروس على إنجاح العملية السياسية كما طرحتها منذ بداية أوائل الأزمة إلى الآن أنه لابد من حل سياسي في هذه المنطقة. أسمحك عذرا سيادة اللواء وإلى ما قاله
القائد الميداني في هذه النقطة. بناء نفس العملية هي محاولة تسلل بعربات مفخخة إلى نقاط للجيش العربي السوري لإحداث خرق في هذه النقطة. وتحدث عن فيلق الرحمن، واليوم يظل لنا جبهة تحرير الشام، يعني هذه الجبهة التي هي تعتبر الأقوى وفي في في انخفاض لمستوى جبهة النصرة، يعني حتى جبهة النصرة هو يوالي جبهة تحرير الشام التي اتخذت على عاتقها كما تدعي بأنها هي المسؤولة عن إعادة فتح دمشق من هذه البوابة. تفضل. طبعا المحاولات أنا قلت في بداية الحديث يمكن أن تتكرر لكنها لن تنجح، سيحاولون في أكثر من مرة واقتناص أي فرصة متاحة ليتقدموا من أجل البهرج الإعلامي ليس إلا. لكنني أنا أقول لهم ربما لا يتوفر لدينا باصات خضر كثيرا، فسارعوا للالتحاق بركب من سبقكم، والاتجاه لأعمالكم واضح باتجاه الباصات الخضر. طيب. وليس لكم أي طريق آخر. تماما. سيادة اللواء، قبل أن ننتقل إلى مفردة الإخبارية، قبل قليل كنا نتحدث عن الاستراتيجية التي تتبعها روسيا وخاصة من ناحية البرود الدبلوماسي بعملية التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم التعاطي برد الفعل، وكما تفضلت حضرتك في بعض المواقف كانت هي مواقف مؤذية كأخلاقيا وبالتعامل الدبلوماسي مع روسيا، وكان آخرها هو طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأمريكية. قابلتهم روسيا بأن دعا الدبلوماسيين الأمريكيين الرئيس فلاديمير بوتين إلى العشاء بنفس اليوم. أنا أقول لك الكبير كبير، فعلا الموقف الروسي والقائد الروسي بوتين له مواقف كبيرة جدا، ويستطيع استيعاب هذه الحركات الصغيرة ويستثمرها لصالح الموقف والاستراتيجي الروسي، فلا يعمل بردود الأفعال العاطفية أو ما تبدو غير ذات أهمية، عندما في المواقف الحقيقية هو الذي كان يسيطر ويدير اللعبة من كافة أطرافها طيلة الفترة الماضية. هو الذي منع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ العدوان الذي كان الإرهابيون هؤلاء يتوسلون الغرب والولايات المتحدة بإعادة السيناريو الليبي في سوريا، وفشلوا. وعندما وصلت الأمور إلى النقطة الحرجة كان التدخل المباشر والوجود العسكري المباشر في سوريا بذريعة محاربة الإرهاب أولا، وفعلا جاءوا ليحاربوا الإرهاب، لأن الإرهاب الذي يضرب هذه المنطقة سوف يصل إلى العالم كله، وأول من سيصل إليه هم الروس من خلال يعني الشيشان وما أدراك ما الشيشان. عندما يعلن أن الدفاع عن دمشق هو دفاع عن موسكو، هذا فعل استراتيجي كبير، هو الذي حدد خطوات العمل اللاحقة، وهو الذي سيرسم آفاق المستقبل. ولذلك لا يمكن أن يصمد بهذا الصمود إلا دولة قوية وقائد كبير كبوتين. عندما ذهب إليه رئيس الكيان الصهيوني أو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ورجع بخفي حنين، فحتى تحدث عن موضوع إيران وتريد أن تسحقنا، قال له أريد أن تتحدث بالواقع ولا تتحدث عن الأساطير والتي هي يعني غير حقيقية وبعيدة عن الواقع. فدعنا من هذا الكلام، ودع الحديث يدور حول الواقع الآن. لذلك تقوم روسيا بدور توازن حقيقي على المستوى المنطقة والعالم. طيب، بعد أن قام الأمير السعودي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودفع هذه الأتاوة 200 مليون دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة بعد أن كان تصريحه الأخير بأنه لن يغطي ولن يحمي
النظام السعودي. اليوم في ظل كل هذا المال الذي يتدفق للولايات المتحدة الأمريكية، هذا من جانب، ومن جانب آخر التصريحات التي كان يدلي بها ترامب بأنه يريد أن يحارب تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم جبهة النصرة، ما يجري على الأرض حقيقة بعيدا عن الإعلام، كيف تنظر إلى الأمور وخاصة في ظل كل هذا الدعم المالي واللوجستي المقدم من هذه الدول إلى التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأرض؟ ترامب رجل أعمال ويهمه الربح ويهمه العامل المادي والأمريكي بوجه التحديد، لذلك تنطلق سياسته من هذا المنظور، منظور الصفقات. يعني ما بيهمه مبادئ وقيم، بيهمه تحقيق أهداف ذات بعد مالي اقتصادي إلى آخره. بهذا المنطق يتعامل حتى الآن. وأنا أكدت في بداية الحديث أن الموقف لا زال ضبابيا، لم يتبين لنا أن أي استراتيجية تريد الولايات المتحدة. إذا كانت تريد فعلا محاربة الإرهاب فنحن وإياها نلتقي نتقاطع في محاربة الإرهاب، وإن لم يكن ذلك فالمسألة ستكون لها نتائج مختلفة. طيب. في قادم الأيام بالنسبة للتركي الذي هو يعتبر من أحد الأدوات للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأيضا من جانب آخر أنه هو كان الضامن لهذه التنظيمات الإرهابية التي تواجدت في أستانا واثنان ولم تحضر إلى أستانا ثلاثة، وخاصة أيضا دخول الأردني على الخط. هنا نتحدث اليوم في ظل هذه المعركة التي تجري في محيط شمال جوبر، وخاصة القذائف التي تسقط على أحياء مدينة دمشق وخاصة على ضاحية الأسد، كان مصدرها من جيش الإسلام وأحرار الشام الذين كان لهم تمثيل في أستانا اثنان. اليوم في ظل كل هذا التخبط في هذه الغوطة الشرقية، كيف يمكن أن نفصل بين الآن من يقوم به جبهة النصرة من هذه الأعمال ومن هذه المعارك التي يخوضها مع أبطال الجيش العربي السوري، وكيف أفصله عن جيش الإسلام وفيلق الرحمن الذي كان في البداية يوالي الجيش الحر والذي انتقل اسمه وليوالي جيش الإسلام وأحرار الشام؟ يعني الأمور هناك شربكة فيما بينها، كيف يمكن أن نفصل اليوم بأن أحرار الشام ليس لها علاقة بما يجري اليوم ولا تساند جبهة النصرة؟ يعني عملية فصل من يسمونهم بمعارضة معتدلة عن باقي التنظيمات الإرهابية التي هي مدرجة على قائمة الإرهاب. هذا التعبير المعارضة المعتدلة بدعة تدعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حقيقة على أرض الواقع لا يوجد منها شيء. ضمن هذه المقولة لاحظنا كيف أن التركي عندما استدار، وأستطيع أن أقول ليس استدار فقط، عندما ركع أمام الروسي وذهب إليه معتذرا وغير كل سياسته وتعاهد أمام الروسي أنه يضمن المجموعات المسلحة اللي بين قوسين سميناها معتدلة، وجرى ما جرى في أستانا، لكنه مجرد ما أخذ نفس بسيط من الولايات المتحدة بزيارة رئيس جهاز المخابرات الأمريكية إلى تركيا نراه بدأ يتقلب ثانية ويمكن أن يعيد الكرة. والروس يعني أجبروه على احترام مواقفه، وإلا سيكون هناك انسحاب من كل ما حصل عليه. لذلك لا يستطيع أن يفعلوا هذا الشيء الذي تبتغيه المجموعات المسلحة. طبعا قاطعت المجموعات المسلحة أستانا الأخيرة بموافقة وبدعم تركي. لعلهم كيف يكون أن هناك اتفاق بين تركيا النظام التركي وبين روسيا، وبما معناه بأنها قدمت الولاء للروسي، ولكن ما يجي على الأرض يخالف تماما كل هذا الكلام. يعني المعروف للقاصي والداني بأن تركيا هي من ضغطت على المجموعات الإرهابية بعدم الحضور إلى أستانا ثلاثة، هذه كانت التسريبات، وهي من أتت بهم إلى أستانا. هي ورقة تستخدمها لتحقيق الغايات التركية. لكن هذه إذن غير جاد النظام التركي لا غير جاد. معروف عن النظام التركي بأنه نظام مخادع كما هو النظام الأردني. هذا الموقف الثعلبي إن صح التعبير يتبدل بين الحين والآخر، ولذلك عنصر القوة في الصمود السوري وصدق حلفاء سوريا
هو الذي سيرغم الأتراك على الالتزام ولو لحين بما اتفق عليه مع الروس. طيب برأيك كل هذه المسرحية التي دعني أسميها وهذا رأيي الشخصي، كل هذه المسرحية التي يقوم بها أردوغان بالنسبة لتعامله مع الروسي، وخاصة من ناحية بأنه قدم له الطاعة كما كنت تفضل حضرتك طبعا. وقدم له الولاء، ولكن هناك من يعارض هذا الكلام ويقول لا يمكن لأردوغان أن يخرج من عباءة الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل هذه البروباغندا الإعلامية التي كان يتنطح بها من ادعائه باحتواء فتح الله جولان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عدائه للدول الأوروبية، معارضة الدول لهذه السياسة التي يتبعها أردوغان، كل هذا يسمونه بأنها بروبيغندا، ما يجري من تحت الطاولة يختلف تماما عما يظهر على الإعلام. بطبيعة الحال الموقف الأوروبي والغربي عموما تغير تجاه هذا الطاووس التركي. هذا الطاووس ظن نفسه أنه فعلا أعطى نفسه حجما أكبر من حجمه بكثير، وما محاولات إجراء تعديلات على الدستور ليتمكن من السيطرة المباشرة على كل مقاليد الأمور في النظام التركي إلا دليل على ذلك. نلاحظ أن الجانب الغربي إجمالا متوجس من الموقف التركي، وأصبحت أبواب الاتحاد الأوروبي موصدة في وجه الجانب التركي الذي حلم وعمل منذ عشرات السنين للدخول إلى هذا المسرح الأوروبي، لكنه بقى بالفشل، والآن الأمور أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل بعد أن تبين للرأي العام الغربي إجمالا وحتى الأمريكي بأن هذا الرجل مخادع ولا يمكن الوثوق به. لكن المصلحة الاستراتيجية إنه عضو في حلف شمال الأطلسي، فلا بد من الاستمرار معه والاستمرار في الاستفادة من أي دور يمكن أن يكلف به من قبل. الاستفادة لمصلحة من؟ لمصلحة أوروبا. طيب إذا كانت نصف هذه الدول الأوروبية الآن تعادي نظام أردوغان، إن كانت ألمانيا، إن كانت فرنسا، وإن كانت السويد وهولندا، وخاصة على خلفية المشاكل الأخيرة بالنسبة لطرح دستور جديد وفي تركيا. طيب هنا سؤالي لك، إذا كان أردوغان بهذه القوة، هنا نتساءل على أي أرض صلبة يقف أردوغان ليستجد العداء مع نصف الدول الأوروبية التي هي مشاركة بحلف الناتو، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع روسيا في بعض من الأوقات، على أي أرض صلبة وقف؟ يعني من الضامن، من الحامي له؟ الحقيقة هو رجل مغرور ويتخبط، ويعني من أفشل السياسات اللي اتبعت في تركيا في عهد هذا الرجل هي من أفشل السياسات التي عاشها النظام التركي من 1923 إلى يومنا هذا. فلذلك هو ممكن أن يجب الويلات، فهو يحارب شعبه وهو يحارب جيرانه، وانتقل من صفر مشاكل إلى مشاكل لا نهائية مع العالم كله. لذلك لا تتوقع أن هذا الرجل سيستمر، وأنا أتوقع له أنه لن يستمر وسينتهي بلحظة ما وبفعل ما في أي وقت يعني تتيحه الظروف. طيب بما أننا نتحدث عن النظام التركي، نتحدث عن أردوغان، وكنا نتحدث ونسأل عن على أي أرض صلبة يقف، حضرتك سيادة اللواء تقول بأن هو هذا الإنسان هو عبارة عن إنسان مغرور وأرعن وأخذ ببلده إلى الهاوية، هناك مشاكل كثيرة في الداخل ومع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هل تتفق مع من يقول بأن أردوغان هو أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، هو من حيث الإجمالي بالموقف الاستراتيجي العام هو مثل بقية الدول الأخرى أحد أدوات الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية، لكن أنا أراد أنه أراد من خلال الإرهاب الذي يضرب اليوم سوريا والمنطقة. بالنسبة للإرهاب، هو استثمر الإرهاب باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة السلطنة العثمانية بإرساله كنموذج إسلامي معتدل. يعني الإسلام التركي تصنفه الولايات المتحدة أنه إسلام معتدل، فيمكن أن يكون هناك البكيني والحجاب في آن واحد في الدولة التركية.
فقالوا أن مثل هذا الإسلام يمكن أن نستمر، ولماذا لا نعممه على المنطقة العربية والإسلامية؟ فاعتمد هذا السيناريو وهذا الاتفاق، تم اتفاق مع أردوغان. لكن عندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن المسألة مختلفة كثيرا وأن أطماع هذا الرجل أكبر من حجمه وإمكانياته، وعندما فشل المشروع الإسلامي بما سمي بالربيع العربي، فشل في تونس، فشل في مصر، خاصة مصر الإخوان المسلمين، فتغير الموقف الأمريكي وتبدل، وبالتالي انعكس عليه وازداد الموقف التركي تخبطا، فلا يعرف أين سيتجه. لذلك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بعد أن كان عدوا لروسيا أصبح يعني رقم صغير في حياة الروس. طيب. لذلك هذا الموضوع لا نستطيع أن نتفق مع هذه الآراء التي ذكرتها. أريد أن أنتقل إلى جانب مهم جدا عندما نتحدث عن الشعب السوري وهذا حجر الأساس، الأساس الرئيسي كان في صمود الدولة السورية إلى جانب المؤسسة العسكرية. هذه الحجر كانت هي ركن أساسي وقفت بوجه هذه الحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا. اليوم الشعب يعيش حالة اقتصادية سيئة إلى حد ما نتيجة الحصار الاقتصادي علينا من قبل دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جانب آخر التنظيمات الإرهابية التي تستهدف اليوم مقدرات الشعب السوري والبنى التحتية والمؤسسات والمعامل وأيضا إن كان محطات توليد الكهرباء، ومع ذلك هذا الشعب العربي السوري مصر على أن يبقى إلى جانب هذه المؤسسة العسكرية. سر صمود هذا الشعب برأيك من أين أتى؟ الشعب السوري بالإجمال هو شعب وطني وقومي، وسوريا يعني حقيقة هي قلب العروبة النابض كما أطلق عليها من زمن بعيد، ومستوى ومنسوب الوعي السياسي والإدراك العام عند المواطنين مرتفع بالقياس لبقية الدول الأخرى. هذا ليس يعني كلام، إنما هذه وقائع التاريخ، وقائع الأحداث، تاريخ سوريا يدل على أنها هي رائدة الحركة القومية العربية ورائدة حركة التحرر في الوطن العربي. ولعل سوريا من أوائل الدول التي حققت الاستقلال وطردت الاستعمار الفرنسي في من سوريا. هذا الإرث التاريخي جعل هذا الشعب لا تنطلي عليه أساليب الاستعمار وحيله ومكائده، لذلك تنبه ووقف وخلف قيادته وخلف جيشه، وهو يؤمن بأن الجيش السوري هو الضامن الوحيد لوطنية سوريا والاستقلال سوريا وحرية سوريا وكرامة سوريا، لن تحفظ إلا من خلال القوات المسلحة ومن خلال التفاف الجماهير حول هذه القوى النضالية الحقيقية في المسرح السوري. ونلاحظ أن الأيام التي جاءت فيما بعد وإذا معكسناها في يومنا هذا، نلاحظ أن هناك وفدا برلمانيا تونسيا يأتي ليعتذر بشكل أو بآخر عن أخطاء النظام الإخواني في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ويحاول إعادة العلاقات الدبلوماسية. وكثيرا هي الحالات التي نشاهدها من أقطار عربية مختلفة، تارة نقابة المهندسين المصريين ونقابة المحامين وغيرها من هذه النقابات والجماهير الشعبية يعني ومؤسسات المجتمع المدني، كثيرا ما بدأت تتردد على سوريا. ولاحظنا أن هناك حتى مصر تنادي، مصر الحالية يعني تنادي بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. وأنا برأيي أن سوريا لن تقبل العودة إلى هكذا جامعة ما دامت هذه حال الجامعة العربية، لأنها كتلة هامدة ليس وأداة للتآمر على العرب، وكما حصل في العراق، في ليبيا، سوريا وغيرها. ببداية هذه الحرب على سوريا، سيادة اللواء يحيى سليمان،
كان الهدف الرئيسي هو ضرب ليس فقط الجيش العربي السوري، كان الهدف تدمير، بما أنك تحدثت عن مصر، تدمير الجيوش، إن كان الجيش العربي السوري وتدمير للجيش المصري والعراقي الذين يعتبروا من أكثر الجيوش قوة ومهارة عسكرية في المنطقة، نتحدث عن الوطن العربي. هناك من راهن على سقوط هذه المؤسسة العسكرية خلال شهرين ببداية هذه الحرب الكونية على سوريا، وهناك من كان يحلم بأنه سيأتي ليصلي في الجامع الأموي، وهناك أيضا من كان يحلم أن يقضي شهر الصيف على شواطئ اللاذقية. كل هذه الأحلام تبخرت. هنا نتساءل، العقيدة العسكرية التي يتحلى بها الجندي العربي السوري، هل جاءت من فراغ أم أنها بنيت بأسس متينة على مر سنوات طويلة؟ أنا قلت أن الشعب السوري يتمتع أو يملك يعني ذخيرة من الإرث النضالي السوري ما يكفيه لأن يبقى متأهبا واعيا متفحصا لما يجري من حوله. لذلك هذا الإرث النضالي والقيمي للشعب السوري هو الذي جعله يصمد. طبعا قد أفشل الشعب العربي السوري جميع مراكز الدراسات الأمريكية وغيرها الأوروبية التي جهدت وقدمت تقارير كثيرة على أن النظام السوري والدولة السورية ستسقط خلال بضعة أشهر أو ربما بضعة يعني أسابيع كما كانوا يقولون، وثبت أن صمود الإنسان السوري، الوعي الذي يمتلكه هذا الإنسان، أفشل كل تطلعات. ونتائج دراساتهم في مراكز الدراسات الاستراتيجية الكبيرة التي تمول بمليارات الدولارات، وأثبت أن شيئا مختلفا غير متوقع أن يقوم هذا الجيش وهذه الدولة السورية ذات الإمكانيات المحدودة، ورغم كل الحصار ورغم كل الآلام فهي صامدي ولا تزال ترفع راية المقاومة وستنتصر، وبوادر الانتصار أصبحت على الأبواب إن شاء الله. أيضا هذا ما قاله السيد رئيس بشار الأسد خاصة بعد تحرير حلب من هذه التنظيمات الإرهابية، قال ما قبل حلب يختلف عما بعد حلب. نعم. وما بعدها تم تحرير تدمر والاتجاه باتجاه مناطق أخرى أيضا، وأيضا تم أيضا إطلاق المصالحات الوطنية منذ بداية هذه الحرب على سوريا الدولة السورية، وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد البارحة بلقاء وفد روسي برلماني أوروبي مشترك. نعم. أكد على أهمية المصالحات التي تسير بها الدولة السورية من جانب، وأيضا من جانب آخر مكافحة الإرهاب. هذه المصالحات الوطنية التي هي صناعة سورية بامتياز، إلى أي حد يمكن أن نقول بأنها أزعجت الأمم المتحدة، أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية، الدول التي تدعم هذه التنظيمات الإرهابية على الأرض؟ يا أخي أنا أقول لك أن مراكز دراسات متخصصة قدمت ودرست المجتمع السوري والحركات السياسية السورية وهذه القوى كلها، وخرجت باستنتاجات أعطتها لمتخذ القرار بأن النظام السوري والدولة السورية ستنهار، وما حصل يعني كان معاكسا تماما لهذه التوقعات. لذلك لا يمكن لأحد إلا أن يدرس الحالة السورية بعمق، وستدرس في الأكاديميات العسكرية وفي نظريات علم السياسة كيف حصل في سوريا، كيف صمد هذا الشعب، كيف جوع ولم وبقي صامد. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فأمر طبيعي أن نتحمل هذا الشعب من أجل أن تنتصر إرادة تحقق أهدافه التي ضحى من أجلها عبر التاريخ، وسيبقى جاهزا للتضحية إلى أن تنتصر إرادة الأمة بشكل كامل. الخبر الذي كان على شاشة الإخبارية السورية مفاده بأن ديمستورا يقول بأن جميع الدعوات وجهت إلى أعداد كبيرة ممن سوف يحضر إلى اجتماع جنيف، وهناك تأكيد بأن جميعهم سوف يكونون حاضرين في اجتماع جنيف، في مؤتمر جنيف. برأيك كيف الطريق إلى جنيف اليوم؟ لا زال مليئا بالأشواك،
والطريق يحتاج إلى جهود كثيرة لتمهيد هذا الطريق للوصول إلى نتائج إيجابية. في جنيف المقبل هذا حسب رأيي الشخصي يمكن أن يتحقق بعض الشيء، لكنه لن يلبي الغاية المرجوة من عملية السلام حتى الآن. الدكتور بشار الجعفري تحدث عن اجتماع السنة، عندما سئل عن اجتماعات السنة قال بأنها كانت إيجابية رغم عدم حضور الفصائل المسلحة بمن يمثلها في اجتماع السنة 3، وخاصة أنه كان هناك موجود التركي وأيضا تمثيل للولايات المتحدة الأمريكية. تماما، هو الإيجابي الوحيد وجود التركي والالتزام التركي بالمقررات السابقة لكي تؤثر على الوكيل، لكي تؤثر على الوكلاء هذول الصغار. هذا الإيجابية الوحيدة التي أستطيع. طب هل تستطيع تركيا أن تمون على جميع الفصائل التي تحدثت عنها؟ تركيا إذا لم تمون على الجميع لكنها تستطيع أن تؤذي الجميع، تقطع عنهم طرق الإمداد، تحاصرهم، فليس لهم ملاذ آخر. من أين سيذهبون ومن أين سيذهبون؟ في المنطقة الشمالية، ولكن في المنطقة الجنوبية الأبواب مشرعة بالنسبة للحدود الأردنية. مهما يكن، أنت لاحظت عندما بدأ التركي بأستانا ووافق على أستانا ترجى الجانب التركي، هو الذي طلب المشاركة ولم يدعيه أحد إلى هذه المشاركة. بالنسبة لمن؟ للأردني؟ للأردني. هو الذي طلب أن يشارك بأستانا، وبناء على ذلك أن ذلك لا يتعارض مع المفهوم العام لإستانا بوقف القتال أو وقف إطلاق النار والمحافظة عليه، فقالوا له تفضل. لدعي الأردن، هناك من تحدث وقال على خلفية العلاقة المتوترة بينه وبين دول الخليج، وأنه ضامن لبعض الفصائل الموجودة في المنطقة الجنوبية، ولكن على الأرض لم يكن يتغير أي شيء. ثعلب أن يسبقه الركب ولا يستطيع اللحاق به، فسارع لكي يكون قريبا من الركب السائر باتجاه الأمل. طيب سيادة اللواء، إذا كنا نتحدث بشفافية، إذا كنا لا نضمن نظام أردوغان، كيف نضمن من نسميه دائما كنا نحن بالكيان الأردني، نتحدث عن الأنظمة نحن والتي هي موالية لحكومة الكيان الإسرائيلي، وهذا شيء ليس بجديد، وخاصة يتحدث بأنه يدعم جبهة النصرة وهو يحارب تنظيم داعش الإرهابي، وكأن تنظيم داعش الإرهابي غير جبهة النصرة يحاربنا بالورود أو بـ يعني هذا الكلام لا يمكن أن ينزل، يعني كما نقول بالعامية لا يمكن أن ينزل بقبان، يعني هذا الكلام لا يمكن أن يتقبله الصغير قبل الكبير في سوريا. الفكر التكفيري أيا كان مصدره وأيا كانت هويته، لا هو واحد ومن منبع واحد، ولذلك كل من تلطى بالإسلام السياسي وبهذه التنظيمات هو من نفس المنبع، والحرب قادمة عليه على كل هذه المجموعات إلا من تاب وعاد إلى وطنية المواطن وآمن بها، ويمكن في هذه الحالة أن يكون هناك تسوية وهناك حل لهذه الأزمة الطويلة المستعصية. بداية هذه الحرب أيضا هناك من كان يقول بأن الجيش العربي السوري كان معد للحروب الكلاسيكية، وخاصة مع عدونا الأساسي هو إسرائيل، ولكن نعم. بعد أن مضت هذه السنوات الست ونحن الآن دخلنا في السنة السابعة، أصبح الجيش العربي السوري من ناحية العلوم العسكرية والتكتيك المتبع والمهارة القتالية في الميدان ما يقدمه أصبح يدرس ويجب أن يدرس في في جميع الأكاديميات العسكرية العالمية، ما رأيك؟ تأكيد كان الهم الأساسي والجهد الأساسي منصب للجيش العربي السوري على التدريب على تحرير الأرض المحتلة في الجولان، ولذلك كانت كل خطط العمليات وكل خطط التدريب تخدم هذه الفكرة. لم يكن يخطر في البال أن هناك مؤامرة بهذا الحجم يمكن أن تحصل في سوريا، وبالتالي كان يمكن أن يتدرب عليها، لكنه استطاع اكتساب الخبرات بالإضافة للخبرات المتراكمة لدى هذا الجيش، استطاع أن يستمر
في استميحك عذرا سيادة اللواء عذرا، ولكن لأنتقل مباشرة إلى زميلتي مفدة الإخبارية السورية ليمونة صالح من شارع فارس خوري بالقرب من كراجات العباسيين. حياك الله ليمونة، كيف هي الصورة لديك؟ تفضلي. نعم عبدو، ونحن تفصلنا أمتار قليلة عن كراج العباسيين، حيث هناك معارك ضارية ما بين المجموعات الإرهابية المسلحة والجيش العربي السوري. كما ذكرنا في الرسائل السابقة، كراج العباسيين تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وبناء الكهرباء أيضا تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. في الصباح الباكر حاول الإرهابيون في محاولة شبه فاشلة بالدخول بعربة مفخخة، ولكن المصادر العسكرية التي وصلتنا مصدر عسكري خاص، هذه السيارة المفخخة عبارة عن عربة بي ام بي مفخخة، دخلت بالنفق مجهز للدخول وسير السيارات. يعني هذه المفخخة قدمت من نفق في من عمق بلدة جوبر، قدمت إلى أقرب نقطة بحيث تفاجأ في حواجز رجال الجيش العربي السوري وتم تفجير هذه المفخخة. يعني عمليات كر وفر ما للمجموعات الإرهابية التي هي متواجدة الآن بعمق بلدة جوبر وأيضا قريبة من بناء معمل كراش، لأن المنطقة التي قدمت منها العربة المفخخة عبر النفق هي أيضا قدمت من باتجاه معامل الدبش ومعامل كراش. إذا حاليا إذا كنتم تسمعون وتلاحظون في عمق الكاميرا السحاب الذي المتواجد الدخان، هو نتيجة العمليات للجيش العربي السوري في عمق القابون والجهة الأخرى من جوبر. عمليا عبدو، يعني عندما نتحدث عن عمليات في القابون وأيضا جوبر، عمليا الذي بلدة جوبر والقابون هو هذا الشارع الرئيسي الذي نقلناه بالأمس بالقرب من منشأة سيرينكس. يعني الأستراد الدولي يفصل ما بين جوبر والقابون. عملية هي إلى حد الآن فاشلة للمجموعات الإرهابية المسلحة ليتم فصل جوبر عن القابون، وهناك أنفاق قليلة جدا لم يتم تفجيرها والغاؤها من قبل رجال الجيش العربي السوري. هم المجموعات الإرهابية المسلحة الآن يستخدمونها للمرور من خلال العربات المفخخة وأيضا العتاد للإرهابيين وأيضا للمجموعات الإرهابية المسلحة لتسلل ضمن هذه الأنفاق والخروج إلى الجوبر وإلى القابون، يعني عمليا إلى الحدود القريبة الوحدات وحدات الجيش العربي السوري. كما تلاحظون في عمق الكاميرا هناك عمليات، وأيضا يوجد سلاح الجو متواجد في كل فترة زمنية معينة. هناك ضربات للجيش العربي السوري ولسلاح الجو السوري. إذا مبنى الكهرباء هو بعهدة رجال الجيش العربي السوري، وأيضا حول معمل كراش المكان الذي كنا متواجدين فيه ونقلنا لكم، حيث كانت هناك مقبرة بالأمس للمجموعات الإرهابية المسلحة على أستراد الأستراد الفاصل ما بين سيرونكس ومعمل كراش. الآن هناك معارك ضارية ما بين المجموعات الإرهابية المسلحة والجيش العربي السوري. هي الطلقة الأخيرة للمجموعات الإرهابية المسلحة عبدو، حقيقة يريدون أن يسجلوا ربما أي نقطة معينة ليتسنى لهم ربما النقاش فيها في جنيف، أو حتى يخففوا الضغط على بلدة القابون، لأنه عندما تكون بلدة القابون تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري هناك يتم فصل كامل، ليس فقط على برزة البلد أو مساكن برزة أو إلى آخره من البلدات المعينة، وصولا إلى مشفى تشرين، إلى حرستة، إلى الضاحية، ضاحية حرستة. يعني عندما يتم السيطرة على بلدة القابون تفصل المنطقة بشكل كامل، عمليا تنهار المجموعات الإرهابية المسلحة
في باقي الغوطة الشرقية ومنها جوبر. يعني عمليا بعد انتهاء بلدة القابون جوبر هي تحصيل حاصل، لأنها جوبر تحصل ما بين بلدة بردة وجوبر، هي صلة الوصل للعتاد، للغذاء، للعربات المفخخة، لكل شيء. يعني هي صلة الوصل. فعمليا هناك استماتة من المجموعات الإرهابية المسلحة لاستعادة القابون، والجيش العربي السوري يحرز تقدما نوعيا جدا جدا في بلدة القابون. هناك تقدم باتجاه برجيات القابون. لا نستطيع أن نقترب أكثر أو نذهب أكثر يمينا أو شمالا بسبب عمليات القنصية من المجموعات الإرهابية المسلحة. وأيضا هناك هدوء نلاحظ حذر ببعض الأحيان، ولكن هي تكون تجهيزات. نعود ونذكر مشاهدينا الكرام بأن كراجات العباسيين هي تحت سيطرة رجال العربي السوري، ولكن لم يسمح لنا نهائيا الدخول حفاظا على سلامتنا وسلامة الكادر الإعلامي هنا. بناء الكهرباء كنا قد رصدنا الواقع منه أمس، تعرض لبعض ضربات، وكانت هناك أيضا مواجهة من خلال رجال الجيش العربي السوري. بناء الكهرباء ما زال بعهد رجال الجيش العربي السوري ومحيطه. يعني عمليا ما بين بناء الكهرباء وأيضا معمل الغزل أمتار يعني واضحة تلاحظ بأم العين. معمل كراش، معامل الدبس، بناء الكهرباء يتبع لجوبر، ولكن معمل كراش وأيضا المعامل الأخرى هي تتبع أيضا للقابون. فهي يعني أمتار قليلة تفصل بين جوبر والقابون. هذه النقطة هي نقطة استماتة بالنسبة للمجموعات الإرهابية المسلحة، هي نقطة الفصل، ولكن لا يستطيعون أن يتنفذون بها أو أن يثبتوا لدقائق، لأن هناك مواجهات. التثبيت لمدة دقائق يعني نقول نحن عبدو أن لا عندما يكون تثبيت للمجموعات الإرهابية المسلحة أي أن الجيش العربي السوري لا يكون بعيد واجب، ليس هناك مقاومة، ولكن لا يوجد ولا للحظات تثبيت للمجموعات الإرهابية المسلحة حتى بعد العرباء المسلحة، حتى بعد أن كان بعد العرباء المفخخة ضرب بالصواريخ بالهاون بأكثر من واسطة عسكرية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن لم يستطيعوا التثبيت ولو لدقيقة واحدة في تلك المناطق. حتى الأبنية التي دخلوا إليها هم انهزموا إلى الخلف، كما أكد لنا هنا مصدر عسكري، إنما هي لعب على الوتر الإعلامي، على الوتر النفسي. هي حرب نفسية إضافة إلى أنها هي حرب ميدانية. إذن الجيش العربي السوري هو ما زال يدحر الإرهابيين من تلك المنطقة عبدو، ولا تزال يعني هنا المفارقة أيضا الموجودة والمميزة بالنسبة للجيش العربي السوري بأن العمليات في منطقة القابون ما تزال مستمرة. الجيش العربي السوري يتابع عملياته في القابون، في عمق القابون، سيتجه إلى اتجاه يعني العمليات الآن مركزة من القابون باتجاه حرس وصولا إلى مشفى. نعم ليمونة. نعم عبدو. نعم ليمونة، سأعود إليك برسالة جديدة في حال ورود أي خبر أو أي معلومة جديدة. موفدة الإخبارية السورية زميلتي ليمونة صالح من شارع فارس خوري بالقرب من كراجات العباسيين، شكرا جزيلا لك وحماك الله أنت والفريق الإعلامي المتواجد معك. سؤال الأخير لك سيادة اللواء يحيى، المعلومة التي أفادتنا بها زميلتنا ليمونة بأن العربات المفخخة دخلت عبر أنفاق مجهزة لتصل إلى أقرب نقطة كان يتحصن بها الجيش العربي السوري، هذا التفكير وهذا الإعداد وهذا التخطيط ليس من ناس اعتباطيين. أنت تحارب اليوم استخبارات عالمية تقاتل في وجه الجيش العربي السوري. من المعلوم أن خبرات حماس في استخدام الأنفاق استخدموها بفعالية هذه المجموعات الإرهابية، لدرجة أن هناك أنفاق يمكن أن تسير فيها كل المركبات، يعني عربة البي ام بي ولا شاحنة كبيرة تنقل المواد وتنقل وتستطيع الوصول ربما في بعض المنعطفات بالاتجاهين،
من أجل تمرير هذه الوسائط النقل. لذلك أمر طبيعي بعد هذا الزمن الطويل على مدار 6 سنين أن يكونوا قد حفروا كثير من الأنفاق، وهنا يعني يجب استخدام الأسلحة التي تزلزل الأرض التي يستخدمونها وهذه الأنفاق، ويجب أن تدمر هذه الأنفاق بادئ ذي بدء في أي عملية عسكرية لتحرير جوبر وغيرها. حياك الله، أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء المتقاعد يحيى سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في استديوهات الإخبارية. شكرا لكم، والنصر لنا بإذن الله. مشاهدينا أيضا الشكر موصول لكم على كرم المتابعة، لا تذهبوا بعيدا، التغطية مستمرة عبر هواء الإخبارية السورية. لكم تحياتي أنا عبد الزمام والفريق المرافق لنا في هنا في هذا في هذه الغرفة وفي غرفة الكنترول. لا تذهبوا بعيدا، بعد قليل ما هذه التغطية مستمرة مع زميلي حسين فياض. إلى اللقاء. استخرجت شو اسمه؟ بس هذا هو، بس هذا هو.